احنا كمصريين عادة ما بنحبش نرمي الاكل قوي، بنستخدم الاكل البيت. ممكن لو الفاكهة استوت شوية ناكلها برضو، نحبها نقول لك احب الحاجة الطرية جدا. لو باظت حتة منها ممكن نقطع الحتة دي ونكمل بقية الحاجات. بنتعامل مع الحاجة المستوية على ان هي احسن، او اللي اتعرض منها جزء للتلف برضو بنتعامل معها لانها صالحة للاستخدام عادي. كل اللي بنعمله اننا بنرمي جزء البايظ زي ما قلت وبناكل الحته السليمه. يمكن معظمنا بيعمل كده في الفاكهه والخضار زي اليوستافندي. لو لقينا نصها فيها مشكله بنشيل الفصوص وفي فصوص تانية كويسه وبتتاكل عادي. الموز كمان كل ما بيستوي كل ما بيسكر اكتر. لكن في الحقيقه انتشر فيديو اليومين اللي فاتوا على وسائل التواصل الاجتماعي عن صباع الموز تحت الميكروسكوب، وعمل حاله من الفزع عند معظم الناس من كمية الميكروبز والكائنات اللي موجودة جواه، مع العلم انه مش بايظ لكن هو استوى حبتين والقشرة فيها فتحة صغيرة جدا. معظمنا بياكل الموز وهو كده عادي، واحيانا كتير بنعمل منه كيكة نقول لك اول موز ما يستوي نعمل على طول كيكة الموز. يا ترى ايه حقيقة الفيديو ده؟ وهل فعلا الموز المستوي فيه الكم الخطير ده من الكائنات الدقيقة؟ وكمان عايزين نعرف بشكل اكبر مخاطر العفن اللي ممكن يحصل لبعض الخضار والفاكهة وازاي نتعامل معاها. هل نرمي الثمرة كلها ولا نقطع حتة فعلا ونكمل الباقي؟ هنتكلم بالتفاصيل مع ضيفتنا دكتور ندى بهاء اللي منورانا النهارده، استشاري التغذية العلاجية. اهلا بيكي يا دكتور. مبسوطين قوي ان انتي معانا. منورانا، مبسوطة جدا ان انتي معانا. جدا جدا. يعني قبل ما نبدا كلامنا يا دكتور خلونا مع حضراتكم نشوف الفيديو اللي بنتكلم عنه النهارده واللي ليه علاقه بالموز تحت الميكروسكوب، ونرجع مره تانية. الصبح بس على لونج. طيب احنا يعني شفنا طبعا الفيديو مع حضراتكم، وعايزين بقى يا دكتوره ندى نتكلم اكتر. يعني هل الفيديو ده حقيقي فعلا؟ هل الموضوع بالخطوره الرهيبه اللي احنا شفناها دي ولا ايه؟ لا بصي، هو الطبيعي ان الفاكهه لما بتبوظ يعني ما بتستوي زياده ما بتبوظش. اوكي هي بيبتدي يقل الريزيستنت بتاعها للبكتيريا او الفانجس او الفيروس. اوكي ففي فرق لازم نفرق ما بين انها مستويه وان هي عليها عفن او معفن. اوكي بالنسبه للموز مثلا او في حمضان كمان او في حمضان بالظبط. بالنسبه للموز مثلا لما بيبقى ليها ريحه، يعني لما بتستوي بيبقى كدا ريحه مسكره. انما لما بتبقى ريحه زي ريحه خل دي تبقى كده باظت، اللي هي بتحس ان فيها نوع من انواع الغازات بالظبط، بتحس ان هي مسكره قوي وفي بالزبط في حاجه كده. البكتيريا والفيروس ما بنشوفهمش بعينينا، بس اللي بنشوفه بعينينا هو العفن. فاحنا لو شفنا عفن دي معناها خلاص ان هي كده باظت، وهنلاقي بقى ريحه كده خلاص. بالظبط يعني بتترمي كل على حسب نوع الفاكهه، بس في حاله الموز لا غالبا بنرميها كلها، ما ينفعش نقطع حته. في اللي احنا شفناه في الفيديو ده هو ده، لو هي ثمر عاديه يعني موز عاديه مستويه مش هيبقى فيها الكلام ده. الكلام ده يبان امتى؟ لما تبقى فيه القشره متشاله ويبقى فيه بقى بكتيريا او حاجه واقفه عليها فتبتدي تعمل المايكرو اورجانيزم. القشره متشاله خالص ولا جزء او جزء منها أو يعني حته مفتوحه؟ عشان كده احنا شفنا ممكن نشوف، انما الطبيعه بتاعه الثمره بتاعه الموز لما بتستوي لا بس بتسكر زي ما انت ما قلتي. بالعكس، هي ايه الفكره؟ ان الموز بيبقى في الاول بيبقى نشويات معقده، بيبقى كومبلكس كربوهيدرات. لما هو بيبقى اخضر كل ما بيستوي الكومبلكس كربوهيدرات دي بتتحول لسيمبل كربوهيدرات، فنلاقي طعمه يبقى مسكر اكتر. عشان كده بنحاول نخلي مرضى السكر يتجنبوه لما يكون مستوي قوي. نعمل ايه بقى وهو مستوي قوي؟ نستعمله في سموزي،
نستعمله في الكيك زي ما بنعمل اسبونج از ان هي مقفوله وما فيش مشكله فيها. اللون اللي بنلاقيه اتاخد من على القشره ده لما بنلاقي اللون ابتدى يتغير دي معناها ان اللون بيبتدي يتحول لانتي اوكسيدنت مضاد للاكسده. مضاد للاكسده. مضاد للاكسده ليه؟ عشان يحاول يحافظ على الموزه لان هي دلوقتي عرضه اكتر للبكتيريا او للفيروس فبيبتدي جسم الموزه لوحده منه من عند ربنا كده يحافظ عليه. مضاد الاكسده ده بقى ينفعنا في ايه؟ لما نيجي نعمل سموزي. يعني عشان كده لما نبقى عايزه اعمل مثلا سموزي يكون صحي يستحسن استعمل فيه موز يكون مستوي اكتر. اوكي مفيش مانع. طيب احنا في تجربه احنا شفنا دلوقتي منها اجزاء على التلفزيون عايزين نعرف بقى التجربه اللي انت عملتيها كانت عامله ايه. بصي انا عملت زي يعني خدت اللي هم عملوه بالظبط كده خدت موزه مستويه عشان اتاكد من اللي احنا من اللي انا عارفاه واللي انا درساه بس برضو اشوف بعيني وخدت شريحه صغيره وبتشوف تحت الميكروسكوب ما فيهاش اي حاجه هي الفكره فيها ان هي سيلز كلها قريبه من بعض ولا فيها فيروس ولا فيها لان هي موزه مقفوله كويس زي ما قلنا انما كمان في حاجه الموز من اكتر الفاكهه اللي بيتلم عليها الفروت فلايز صح فلما بيتلم بقى الفروت فلايز دي لو انا في حته مفتوحه عليها فروت فلايز هيبتدي يحط البيض بتاعه فساعتها برده ممكن اشوف حاجه تحت الميكروسكوب انما في الطبيعه زي ما احنا شفنا كده في التجربه مش هنلاقي حاجه خالص هنلاقيها تفرق الموزه في درجه بوظانها من لو شلتها من مش هي بيبقى ليها حته كبيره كده بيبقى ليها اللي هو الحته كبيره اللي هي بقى السم نفسه ايوه لما بتتشال منها بتبقى بتستوي اسرع اوكي وتبوظ اسرع وتبوع اسرع وفي برضو تريك ان احنا عشان نبعد الفروت فلايز دي ان احنا نغطي الحته اللي فوق بتاعه الموزه دي بفويل بفويل عشان يبعد الفروت فلايز دي عنها انا شفت موضوع الفويل ده كمان في السكر أيوة. عشان النمل ما يجيش ايوه فيه. عشان ما يقربش منها طب دي حلوه الفكره دي ايوه طيب باقي بقى الانواع يعني باقي الفواكه مثلا في ناس برضو بتعمل ده مع اليوسفي لو اليوسفي يعني فيها جزء مثلا مش سليم بيشيلوه ويكملوا بقيتها عادي ياكلوه هل ده صح برضو ولا لا؟ السفندي بيبوظ بسرعه جدا على حسب الجو طبعا هي في اعراض بيئيه بتساعد على العفن زي درجه الحراره الميه لما تبقى موجوده الرطوبه الحاجات دي فمثلا لما اجي اغسل فاكهه لازم انشفها كويس لان لو سبتها هتبقى عرضه اكتر للعفن العفن او اللي احنا بنشوفه الاخضر ده ما بيبقاش اللي احنا شايفينه بس هو بيبقى له بودي وستامب والحته اللي احنا شايفينها دي الستامب بقى جوه اللي هو الروتس بتاعتها وجوه دي احنا مش شايفينها فانا بشيل الحته اللي فوق بس في روتس جوه فدي اول حاجه بتبقى مشكله طب بس بيقول لك ما هو اليوستافندي متقسم فصوص فلو فصين فيه وشلنا الفصين بس ما هو ممكن يكون الباقي فيه روتس بس احنا مش شايفينه يبقى دخل على الباقي بلس ان هي لما الروتس دي بتعمل بيحصل ايه العفن ده معناها ان في حاجه اسمها مايكوتوكسينز العفن ده بيفرز حاجه جوه اليوستافنديه دي اسمها مايكوتوكسين مايكوتوكسين ده انواع كتيره اللي هي الفانجس منها انواع زي اللي بتبقى موجوده في الجبن الراكفورد والجبن البلو تشيز دي بتبقى انواع كويسه وممكن ناكلها ومنها انواع ضاره ما ينفعش ناكلها اشهرها واوحشها اللي هو الافلاتوكسين اللي احنا بنلاقيه في السوداني او في الذره او في الرز ده مضر جدا مضر ضرر بقى المايكوتوكسينز ده ايه ان هو بيحمل على الكلى على الكبد ده طبعا على اللونج تيرم يزود بالظبط يزود قابليه الكانسر بعد شر عن الجميع يعني الحاجات دي والحاجه بقى الغلط جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان انا لو شفت عفن على اي حاجه ما شموش يعني في ناس دايما تمسك اليوستافنديه تشوف فيها كده هي كويسه ولا مش كويسه المايكوتوكسينز ده لما بيدخل جوه المناخير بيعمل مشاكل كتير قوي في الرئه ولو حد عنده طبعا ولو حد عنده استعداد لحساسيات بيبتدي يكح ويبتدي يعني يعرض اكتر لاعراض الحساسيه ارميها بقى او ما ارميهاش ده بيتوقف على نوع الفاكهه لو فاكهه طريه والقشره بتاعتها رفيعه زي السفندي زي كده طيب دكتوره ندى احنا هنستاذنك احنا يعني هنطلع فاصل رفع اذان العصر ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم لسه مكملين معاكم مع دكتور ندى بهاء استشاري التغذيه العلاجيه اللي بتفيدنا جدا جدا بمعلوماتها وكنا بنتكلم قبل الفاصل على الفواكه اللي بتبقى بتبوظ اكتر من فواكه ثانيه بالظبط حاجات بقى ليها علاقه بالقشره تخينه ورفيعه بالظبط احنا الفكره زي ما قلنا العفن ده اللون اللي احنا بنبقى شايفينه ده بيبقى ليه روتس جوه فلو فاكهه السكين بتاعها او الطبقه بتاعتها رفيعه زي اليوستافندي زي البرتقان زي الحاجات دي بتترمي كلها على بعضها ونخلي بالنا كمان انها بتعدي بعض
اكتر حاجه بيبان فيها الفراوله. دايما لازم صحيح. يعني انا حتى لو هرمي مثلا الاستفندية دي لازم اميك شور ان كل اللي حواليها ما فيهوش الحاجات بقى اللي جلدتها تخينه شويه زي مثلا الجزر او الفلفل الملون، دي ممكن اسيبها. بس ازاي؟ لازم اقطع 1 انش يعني تقريبا 2 سنتي ونص حوالين ولتحت من العفن ده، يعني مربع غميق من بره. وحاجه مهمه ان السكينه اللي انا هقطع بيها ما تجيش على العفن. أوكي. يعني تقطع حواليها. فهمت. اوكي. بالنسبه للجبن مثلا، الجبن اللي هي الجبن. بتبقى الكيوب على بعضها دي ممكن اشيل زي ما قلنا 1 انش او 2 سنتي ونص منها، انما لو جبنه صغيره يعني سايحه لا طبعا دي لازم تترمي. الزبادي طبعا يترمي. بنحس ان هي فيها مشكله مع ان اللي هي الجبنه الكفور مثلا كويسه، ده نوع من انواع الفطر مصان يعني احنا اللي عاملينه، يعني جبنا الكومنبات او الجوتشيز يبقى احنا اللي عاملينه، احنا منقيين فطر يعني فطر ما فيهوش مشاكل وحاطينه فيه. وبرده ما بنحبش ناكله لوقت معين لاطفال مثلا، ما بنحبش ناكله. الفكره في الفطريات او الحاجات دي كلها بيبقى فيه يعني ناس بنحاول نخليهم يعني نبقى ماشيين جنب الحيط قوي، زي مثلا الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في المناعه او مرضى سرطان او خفوا لسه بياخدوا كيمو او كده، الناس الكبيره في السن طبعا. الاطفال اللي سنهم قبل المدرسه اللي هو قبل 4 سنين دول برضو بيبقوا، دول الحوامل دول طبقات من الناس نحاول نمشي جنب الحيط جدا، لان هم بيبقوا عرضه اكتر طبعا لاي مشاكل مع الاكل. بما اننا لسه بنتكلم برضو عن الجبن، الزبادي كمان ده برضو من الحاجات اللي الناس ممكن تشيل الجزء اللي مش سليم وتكمل بقيه او الحامض شويه. لا الحمضان حاجه والنان يبقى عليه فطر حاجه. أوكي. لو فطر لازم يترمي كله لان الزبادي كمان سايل بيخش منه، فبالعكس. انما فكره الحمضان ده لان الزبادي اصلا عباره عن بكتيريا بس هي بكتيريا نافعه، ففكره انه يبقى يعني طعمه محمض شويه ده ما فيهوش مشكله. ومن الحاجات المهمه برضو في الزبادي اللبن اللي هي الطبقه الرفيعه اللي احنا اللي بنلاقي معظم الاطفال بيرموها دي. دي مهمه جدا، هي دي هي الواي بروتين اللي بيروحوا يشتروه بعد كده. دي في الزبادي البلدي بتاع زمان اللي وموجوده لا وموجوده في الزبادي العادي، بتبقى ميه خفيفه ميه رفيعه كده. ميه رفيعه هي دي الواي بروتين. دي تتاكل كويس. دي مهمه جدا. ده هي دي اللي بيروحوا يشتروها بعد كده. طيب العيش، نتكلم عن العيش برضو يا دكتور ندى. ما هو العيش برضو للاسف، هي الناس هتزعل مننا كتير، بس العيش للاسف لما بيبقى عليه فطر لازم الرغيف كله يترمي. هو احنا ممكن نتجنب، نحاول نتجنب ده ازاي؟ ان احنا اولا نجيب اكل على قدنا. يعني دي حاجه مهمه، ما نبقاش بنجيب بزياده، نبقى نحاول نحافظ عليه بدرجه حراره قليله. يعني انا العيش هشيله في الفريز صح. او في الثلاجه. الثلاجه احنا في رول كده اسمه 7 دايز رول. 7 دايز رول اي حاجه تتفتح او تطبخ ما تقعدش في الثلاجه اكتر من 7 ايام. اوكي. هحطها بقى حسن الموضوع هيطول. يعني انا مثلا طبخت اكله وقعدتها يومين في الثلاجه ولقيت ان هم مش هياكلوها دلوقتي، اشيلها في الفريزر. اوكي. بعد ما انزلها من الفريزر بتقعد في الثلاجه باقي ال7 ايام، مش 7 ايام من اولهم، باقي ال7 ايام. يعني انا قعدتها يومين وبعدين طلعتها الفريزر نزلتها من الفريزر، يبقى ناقصلها 5 ايام وتترمي. غير كده بتبقى لا طبعا بتبقى يعني زي بتبقى زي ما بنقول يعني رطبه وخصبه للبكتيريا والفيروسز وكده. طب والحاجه تقعد في الفريزر قد ايه؟ لا على حسب الحاجه، بس ممكن 6 شهور مثلا لو لحمه او فراخ، شهر او 2 لو حاجه يعني على حسب نوع الاكل معين. بس الفريزر بيبقى معانا لو كويس. مستويه تبقى شهر او 2. لو مش مستويه ممكن 6 شهور لسنه لو هي مثلا لحمه او فراخ. الفريزر بيعمل ايه او درجه حراره ايه؟ هي بتوقف عمليه الجروس او النمو بتاع البكتيريا، ما بتقتلهاش. عشان كده احنا بنقول لما بنرجع نحطها في الثلاجه هي هترجع تاني تفك. أيوة. ويرجع صحيح. تاني البكتيريا ممكن تعيش، هترجع لطبيعتها تاني بالظبط. وطبعا من اكتر الحاجات الغلط ان انا افك اللحمه او الفراخ مرتين او 3 طبعا، ده لان بخليها عرضه اكتر للبكتيريا. اوكي. طبعا. طب بالنسبه للبقوليات بقى، البقوليات نفس القصه بتاعت العفن لو احنا بنشوف، بس هي بتبقى ريزيستنت اكتر، يعني ممكن تقعد فتره اطول عن الفاكهه والخضار على ما تعفن. بس هي لو حصل مشكله مثلا في الفول او كده، ولان البقوليات زيها زي المكسرات. فبيبقى برضو المايكوتوكسين اللي فيها بيبقى نوع خطير. ما انت جبتي سيره الفول، الفول بيسوس. الفول مسوسه. معروف. مسوس ده حاجه ثانيه. ايوه. بس انه ايه سبب ان بقوليات كتير جدا لما تسيبيها فتره تلاقي ان جالها؟ ايوه بيجي لها. ما هو دول من انواع برضو المايكرو اورجانيزم اللي بتيجي على البقوليات يعني والاشياء دي برضو ما بتبقاش حاجه كويسه. يعني ده لازم يترمي. لازم يترمي. ما فيش بقى هو يعني كل الحاجه، يعني مش مثلا اللي بس عليه الفطر ده، لا لازم يترمي كله زي ما قلت لك، ما عدا الحاجات اللي هي قشرتها تخينه زي الجزر او الفلفل او لو جبنا
جبنه لو قالب جبنه او حاجه ده اللي بشيل منها، وزي ما اتفقنا اهم حاجه ما نحطش السكينه في العفه نفسه. طيب البقوليات نحافظ عليها ازاي عشان برضو تفضل اطول فتره ممكنه؟ في ناس بتحطها في الثلاجه مثلا. ممكن نحطها في الثلاجه على حسب احنا جايبينها مثلا بمواد حافظه، يعني في مثلا زي الكنز دي بتبقى ماده جواها ماده أصلاً حافظه، فساعتها ممكن تقعد بره شويه، انما لو حاجه مش بمواد حافظه تحط في الثلاجه زي ما اتفقنا 7 ايام حتى لو هي نيه، لو مش كده بحطها في الفريزر. تمام. وبرضه نحاول نبعدها عن الحراره، عن الرطوبه، عن الحاجات دي، وان الميه والحاجات دي كلها. اتكلمتي عن المكسرات شويه، المكسرات ممكن يبقى فيها عفن؟ اكتر حاجه مشهوره في المكسرات السوداني. سوداني؟ ومن اكتر الحاجات الخطر فيهم كمان، لان زي ما قلت لك المايكوتوكسين بتاع السوداني اللي هو الافلاتوكسين ده. فده اكتر نوع خطر، وده بيبقى له ممكن لو حد عنده حساسيه او كل كميه كبيره يبان عليها الاثر على طول في ساعتها على طول، يعمل مشاكل، يعمل ايه المشاكل ايه اللي بيبان او ايه اللي بيحصل لو لا قدر الله حد اكل من يعني فطر كتير او كده؟ بصي، من اول احساس بالقيء، وجع في البطن، هرش طبعا ده بيحصل، صداع، ممكن توصل كمان لتشنجات يعني في حاله كبيره. وطبعا كل ده بيحمل على الكبد، هي مشكله المايكوتاكسون دي كلها ان هي بتحمل على الكبد. سموم بالظبط كده. هل ده اتفضلي يا سيدي. لا قولي والله. اوكي. احيانا المكسرات طعمها بيتغير، يعني لو شفتيها شويه بره بتقدم شويه بترطب واحيانا بيبقى لها طعم لما بتقدم برضو بيبقى لها، ده يبقى عفن ولا لا؟ لا لو انا مش شايفاه بعيني ده مش عفن، وبتاكد من الريحه. زرنخ بس هي دي تبقى سوء طريقه الاستورج بتاعها، التخزين بتاعها مش كويس. لان المكسرات كمان لما بيبقى فيه رطوبه او كده تلاقيها ابتدت تندي كده شويه. هي دي لا تؤكل كده كده، بس دي بخطر ولا لا؟ مش خطر لحد ما نشوف حاجه، يعني لو شفنا حاجه خلينا نحافظ عليها. اوكي. يعني لو في حاجه نخلي بال. طيب يعني المعده هل بتتاثر برضو لو حد اكل من الحاجات اللي ممكن يبقى عليها فطر او مش سليمه او كده؟ طبعا بتتاثر وبيبان زي ما قلت لك، بس ما بيبانش ممكن يعني مش على المدى القريب، على حسب نوع التوكسين، يعني على حسب المايكوتوكسين ده اللي ده، لو هو نوع قوي ممكن يبان في ساعتها وجع بطن، مغص، اسهال، امساك، على حسب. لو نوع يعني ضرره على المدى البعيد مش هنحس بيه، بس هي الفكره ان المعده بتتاثر جدا، يعني 70% من المناعه بتاعت الجسم في المعده. صحيح. فانا لو انا معدتي كويسه هبقى مش باعيه كتير، انما ممكن مع اكل الحاجات دي الاقي نفسي باعيه بسرعه، باعيه في يعني فتره اطول، كنت مثلا بخف في 3 ايام بقيت بخف في 5 ايام في الحاجات. طب دكتور ندى، انت معانا النهارده، احنا عمالين نتكلم على حاجات العفن، بس انت اوريدي استشاري تغذيه. وانا ما ينفعش ان انا بصراحه اعدي كده الحلقه من غير نصيحه، واحنا طالعين من رمضان. لا حلو. صح يا دكتور؟ احنا طالعين من رمضان فتخنا رمضان كلنا. والعيد كلنا. يعني تخنا ومعدتنا كبرت والسمنه والزبده الحمد لله. ايه اللي عندك اي كده بروشيتا صغيره نرجع تاني؟ بصي، احنا لازم مبدئيا نوقف او نتخلص، دي اول حاجه، نتخلص من الحاجات الزياده اللي في البيت، يعني الكحك والبسكوت والحاجات بقى اللي احنا كنا بناكلها دي نحاول نتخلص منها. لا نتخلص منها ايه؟ لازم تخلص الاول. لا ما احنا بصي، اصل انا بقتنع بحاجه ان انا لو اعتمدت على ارادتي في الاكل بالذات بالظبط هبقى بحط نفسي في امتحان صعب. طب احنا نخلصها وبعدين ان انا ابقى سايبه بيتي في حاجات هيلثي، ابتدي احافظ على العادات اللي انا كنت بستعملها في رمضان كويسه، يعني ممكن ناس تكمل على صيام متقطع لو انا لسه بقدر اصوم فتره طويله، اشرب ميه كويس، لو انا حد كان مقلل مثلا قهوه، مقلل النيكوتين، ده احاول احافظ عليه اني اكمل معايا بعد طبعا العيد وبعد لخبطه العيد احاول احافظ بيه. في اكلات زي مثلا الفول، الزبادي، الحاجات دي بنقرب لها اكتر في رمضان، نحاول نحافظ عليها برده نخليها معانا. وفي حاجات المفروض اكتسبناها زي ان احنا الكميات الاكل بتاعتنا قلت، بغض النظر اللي بيحصل في العزومات، بس في العادي المفروض لو انا بفطر في بيتي هلاقي ان كميه الاكل نفسها قلت، احاول احافظ على دول وابتدي بقى انضف اللي انا عملته من العيد او كده. في ممكن امشي مثلا على نظام ديتوكس، او ان انا اكل اكل نظيف، مش لازم الديتوكس يبقى ان انا بشرب بس. عشان الديتوكس ان هو خضار مسلوق من غير ملح ومن غيره ومن غير نوم. لا هو انا بحاول اشيل الحاجات المصنعه، ده اللي اقدر اعمله، يعني اعمل مثلا لو حد يقدر دلوقتي يعمل اسبوع ده بعد العيد ده يعمل اسبوع ديتوكس عشان يساعد جسمه انه يتخلص من كميه السكر الرهيبه اللي كانت في الكحك والبسكوت والبسبوسه والزبده والزبده طلعت في رمضان بالظبط والحاجات دي كلها. فامشي على نظام ديتوكس هو ان انا اكل حاجات، ممكن اكل بروتين بس ما يبقاش عليها حاجات مصنعه طبعا، ان انا ابقى باكل فاكهه وخضار على قد ما اقدر، اشيل شويه نشويات، اشيل شويه الحاجات اللي فيها جلوتين، لو هاكل نشويات اكلها بشكل تبقى حاجات معقده زي مثلا بطاطس، بطاطا، الحاجات دي هتشبعني
وفي نفس الوقت هتنظف الاكل وتخليني اقدر يعني ابطل الكريب بتاعه الحلويات. او نستعيد مره ثانيه اللي حصل لنا ده، يعني خلاص بقى يعني كفايه. بالظبط. هي بس الفكره ان احنا من كتر الحلويات بقت على طول، هتلاقي دلوقتي الناس معظمها بنفسها بتروح الحلويات. صحيح. والحلويات فيها نوع من انواع الادمان، يعني لو كنت حته شوكليت بتبسطك دلوقتي عايزه بار. أنا بيجيبش بالظبط. فاحنا لو عملنا الديتوكس ده هيقلل شويه الكريف كمان بتاعه الحلويات. هنعمل دكتور ندى انت نورتينا وكرهتينا جدا. عايزين نقعد بقى نعمل حلقه ثانيه ان شاء الله على الدايت مظبوط. دكتور ندى بهاء الدين كانت منورانا، استشاري التغذيه العلاجيه.